أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وجزاكم الله خيرا. هذا سائل أحسن الله إليكم يقول: ما اسم الكتاب الذي ألفه الشيخ أحمد التويجري رحمه الله في الرد على أبي غدة؟ والله ما يحضرني اسمه بالضبط، لكن هو رد على أبي غدة في مسألة خلق القرآن، لأن الشيخ أبا غدة عفى الله عنه وعنه يقول إنها مسألة يعني مثل غيره، يقول إنها مسألة ما تحتاج كلها هالعناية وهالردود. وكما يقولون إن الأمة بحاجة إلى الاجتماع والاتفاق، يتركون ينبذون الخلاف وكل له رأيه، كذا يقولون. وعلى هذا ما يرد باطل ولا ينصر حق، من قال كل على ما هو عليه. هم يطالبون الآن بهذا، فالشيخ رحمه الله الشيخ أحمد رد عليه وبين إن مسألة القول بخلق القرآن ما هي مسألة هينة ولا عفوية، وراها ما وراها. نعم.